السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم طريقتين لتنظيف وتسريع الحاسوب دون تثبيت برامج. سأبدأ بالطريقة الأولى. على بالنسبة لويندوز 10 كنمشي نفتح سو بي سي، بالنسبة لويندوز 7 كنمشي نفتح أورديناتور. الوغ من بعد كنمشي يعني المكان فين كاينين لي ديسك لوكال، من بعد كنمشي لديسك لوكال سي فين كاينين لي زابليكاسيون انستالي زائد لو سيستيم دكسبلوطاسيون. لو كنكليكي على ليكون افيك لو بوتون دغوا على كيافيشي هاد لو مني كونتكستويل، كنكليكي على بروبريتي. من بعد كاينه لا بوا دو ديالوغ بروبريتي دو ديسلوكال سي، على فين كاينه لا كاباسيتي كتكليكي على لو بوطون نيتواياج دو ديسك. على من بعد كاين نيتواياج دو ديسك كادير ايشيرش لي فيشي انوتيل ا نيتوايي. على هاد العملية يمكن دار مثلا مرة في 15 يوم أو مرة في الشهر بالنسبة لي مكيخدمش بزاف، ولكن اللي كيخدم بزاف يمكن دار من أسبوع لأسبوع. هاد العملية كتاخد شوية ديال الوقت، على غنتظرو شي شوية. من بعد كاين لافيشاج دو لابور دو ديالوغ نيتواياج دو ديسك بور سي. Alors, après, il faut cocher les cases décochées. Il faut cocher toutes les cases. Donc, cliquez là, nettoyer les fichiers système. Donc, cliquez là, ok, nettoyer les fichiers système. Alors, cette opération, il peut générer une autre fenêtre ou une autre opération, le disque disque. Local C. Alors on clique à la OK. Alors on a calculé l'espace libéré. Alors le nettoyage du disque calcule l'espace pouvant être libéré sur C. Alors cette opération peut durer plusieurs minutes. On a le calcul de l'espace libéré sur le disque local C. La même chose. Alors l'espace libéré, il y a juste face à la platine giga octet. Cliquez sur OK. Supprimer les fichiers. Bon, après, l'application nettoyage de disque supprime les fichiers inutiles sur votre ordinateur. Alors, on a mis une autre partition, un disque local E. Alors, on dirait l'opération, les deux, un disque local C. Le bouton droit. Propriété. On va nettoyage du disque. Cliquez là nettoyage du disque. Alors ici on n'est pas la corbeille 0 de nettoyage du fichier système. Alors OK. Supprimer alors 0 portée. Et cliquez sur OK. Alors, هذه هي الطريقة الأولى. Alors, الطريقة الثانية كنمشي la zone recherchée اللي كاينة في la barre des tâches وكنكتب pourcentage TOMP يعني جيم temporaire ou pourcentage. Donc, cliquez à l'entrée.
هنا كاين لي فيشي تمبوريير، يشيرش لي فيشي تمبوريير، غندير كونترول أ و سيبريمي تو لي فيشي تمبوريير. ألوغ سيبريمي هي 11 إليمون، ألوغ سيبريمي. ألوغ كاينين دي فيشي كي دوموند لا بيرميسيون ديال لادمينستراتور، غادي كونتيني. بالنسبة للإكسبرسيون اللي كتبت لا زون روشيرشي سي بورسونتاج بي او ام بي، يعني جاية من تمبوغير بورسونتاج، وتكليكي على اونتري. من بعد كيبحث على لي فيشي تمبوغير، عندهم ليكستنسيون تي ام بي، ومن بعد كونترول ا و سوبريمي، يعني لي زيليمون سوبريمي كيمشيو لا كورباي. ومن بعد اون بو فيدي لا كورباي بيان سور.